يقول السائل: بعدما أديت مناسك العمرة خرجت من المسجد تذكرت أثناء الوضوء فشربت. نعم، يعني شرب الماء ناسيا في نهار رمضان. إذا شرب ناسيا أو أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، لا يؤثر هذا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.